هنا نخاطب الولايات المتحدة. أنت تعلم أن الولايات المتحدة دولة اتبعت أساليب متعددة في إدارة الحرب، ومن المبكر أن احنا نقول كيف لعب الدور الأمريكي دور محرض ودور متواطئ ومتواطئ في التعامل مع الأزمة. حتى تصريحات الرئيس الأمريكي يجب أن تؤخذ في إطارها. الولايات المتحدة هي من حرضت إسرائيل على الاستمرار في العمل العسكري، وهي من تقول وتشير إلى أمن إسرائيل أولا وأخيرا، وكأنه لا أمن إلا للإسرائيليين ولا أمن للفلسطينيين ونحن الدول العربية. وبالتالي أعتقد أنه أنا الأول للدول العربية أن تعيد ترتيب علاقتها مع الولايات المتحدة. يعني صحيح أن في شراكة مصرية وعربية مع الولايات المتحدة، وصحيح أن الجميع مسؤول وملتزم بفكرة هذه الشراكة مع الجانب الأمريكي، لكن الجانب الأمريكي أضر بالقضية الفلسطينية. لم يقدم هذا الرئيس الأمريكي أي مقاربة أو أي رؤية، ولم يأتي إلا المسؤولين الأمريكان إلى المنطقة إلا بعد المواجهات الأخيرة، ولم يسجلوا حضور في المشهد واكتفوا بالتصريحات. الإدارة الأمريكية تقول أنها مع فكرة حل الدولتين، ونحن نقول مطلوب من الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي أنه يترجموا الأقوال إلى أفعال. كفانا تصريحات من هنا أو هناك. اليوم مطلوب استثمار الوضع الراهن واستثمار في الزخم في الاهتمام بقضايا الفلسطينية.